شو القصة؟ شكلك نسياني وين قبر ابنك. مرقت سنين طويلة. في ام بهالدنيا ما بتتذكر وين مكان قبره لابنها الوحيد؟ يلا روحي لاقي لي هالقبر بسرعة، وإلا رح ادفنك هلا بشي قبر. يلا سمعتوا شو قالت هالفاسدة؟ ما بكفي إنها تسببت بتقليع ليلى، كمان عم تفتري عليها. قال شو هي اللي حاولت تقتلها؟ إذا الطير بيموت بالغابة بتتهمنا. أي والله معك حق، يا ريت لو هالمخلوقة ماتت وخلصنا منها، لو خلصنا من كل مصايبها كمان. ستي لورين، ستي لورين، شوفي كمان عمتي مو مبينة. ستي لورين لسه لهلأ ما رجعت. لسه ما رجعت؟ نسينا كيس بالسوق، قالت رح تجيبه وتجي دغري. لا تكون التهيت وعم تتفتل بالسوق. اتصلي فيها. ستي لورين أنا اتصلت بس ما عم ترد على التليفون كمان. يا الله دخيلك، فاطمة ما بتروح لمحل بدون ما تخبرنا، شو فيها ترى؟ استناني رح أرجع. لك ليش عم تلففيني وراكي؟ صار لك ساعة. يلا بقى لاقي هالقبر بسرعة. أنا صار لي سنين طويلة ما إجيت، المقبرة تغيرت كتير ما عم تذكر وينه. يلا عجلي. هذا هو؟ ايه. لك انت ام، انت معقولة؟ حتى مو عاملة قبر لابنك المسكين؟ معناتها ابنه لمنصور مدفون هون. ها خبيت ابني حتى عن ابوه. انا ما قلت لحدا، دفنت ابني جواتي وسكتت. خبيت حرقت قلبي عليه جواتي. معناتها مرت عمو المرحوم منصور هي خالي فاطمة. كفي بقى، خلص هي شفت قبره، خلينا نمشي. وقفي لشوف. طلعي، إذا اكتشفت إنك عم تكذبي علي أو اللي قلتي لي إياه ما طلع مزبوط، ابعد عنا. ولك أنت مين مفكر حالك؟ لا تتدخل، أنا مشكلتي معه. مشكلتك بتحلى معي أنا. مو حكيت لك كل شيء؟
شو لسه بدك منها؟ نتواجه أنا وياكي، وإذا اللي قلتي لي يا طلع مانو مظبوط رح أدفنك أنت كمان مع ابنك وبنفس القبر. أنت منيحة خالي فاطمة. أنا زوجي كان منصور، إجانا ولد بس ما عاش معنا كتير، مات وهو لساته صغير. طيب ليش ما حكيتي لنا هالقصة خالي فاطمة؟ ليش ما حكيتي لحدا كل هالوقت؟ زينب سألتك أكثر من مرة، أنت ليش ما جاوبتيها؟ ما قدرت أحكي لها، كل ما بحكي بتتفتأ جروح الماضي وبنقهر أكثر، وأنا خلص سكرت على هالسيرة وما بدي حدا يفتحها مرة تانية. ابني هو عدنان بيكون ابن فاطمة مو من عائلة كيرمان. مرت عمي تعيك اللي معنا، أنا بطعميه لغانم بعدين. لا، أول شي غانم بياكل، بعدين أنا. شو شبعت يا ابني؟